مثلا لا يفسرون دخول المغول بغداد على انه مجرد مؤامره شيعيه، وانما يعرفون انه في اسباب كثيره، خلافه عباسيه تعبانه ومتواطئه، وفي حتى في السنه كانوا ايضا متواطئين مع المغول في جاءوا من الموصل، وفيها مشاكل كثيره، وفي مشاكل داخليه في المجتمع نفسه، وفي امور كثيره، يعني عوامل كثيره. لا ينبغي ان يفسر التاريخ بانه مجرد انعكاس لرؤى ايديولوجيه. الايديولوجيا محرك من محركات التاريخ، لكنها ليست كل شيء. هنالك الاطماع الشخصيه، وهنالك الحوافز الاقتصاديه، وهنالك العوامل العرقيه، الحساسيات، الصراعات العرقيه بين الشعوب الاسلاميه موجوده كثيره، بين العرب والفرس، وبين العرب والترك، وبين الترك والفرس، وبين غيرهم، وهنالك صراع بين الاغنياء والفقراء، وهنالك امور كثيره. الظاهره الاجتماعيه والظاهره التاريخيه عموما تحتاج ان تفسر تفسيرا تركيبيا، لا ان تفسر بعامل واحد. هذا لا يعني ان المذهب ليس له دور، ولكن يعني ان المذهب هو مجرد عامل من عوامل محركه، الايديولوجيا عامل من عوامل المحركه.